صباح الخير لك ابراهيم، وصباح الخير للانا ايضا. يلا بدنا نطمن على حاله الطقس من عندك، تفضل. شكرا لانا، شكرا ابراهيم. اكيد مثل الكرام زي ما حكينا لكم في صباح برنامج اليوم جدول النافذه الصباحيه اليوم على الاجواء والمنخفض الجوي القادم، وتحدثنا عن بعض المواقع تتحدث عن وجود ثلوج او امطار في كافه المناطق. اليوم حابين نكون معكم ايضا في نهايه الاسبوع، نكون معكم من دائره الارصاد الجويه ونشوف الشباب الله يعطيهم العافيه اللي بيشتغلوا والنشامه دائما داخل الارصاد الجويه اللي دائما بتعبوا على مدار الساعه بالمناسبه لرصد الجو والحاله الجويه وبعض الخرائط الجويه زي ما بنشوف. يعني انا قبل الهواء اخذت فكره بسيطه عن الحاله الجويه المتوقعه خلال الايام القادمه، واليوم راح نضعكم في هذه الحاله الجويه. اكيد بهذا الصباح يكون معي المهندس رائد رافد الخطاب مدير الارصاد الجوي. مهندس رائد صباح الخير. صباح الخير رائد، كيفك؟ صباح الخير. يعني احنا اليوم مهندس رائد سمعنا عن الحاله الجويه المتوقعه في الايام القادمه، في امطار والحين اليوم يعني الخميس، خلينا نبدا بالخميس، شو رايك؟ يصير يعني نبدا بالخميس ان شاء الله. ان شاء الله امطار اليوم ان شاء الله بالليل بمشيئه الله راح يكون في هناك ان شاء الله امطار. يعني ملاحظ احنا هون يمكن الفترة النهارية بشكل عام ما راح يكون في عندنا شيء، راح نلاحظ غيوم عالية، لكن بفترة الليل مع اندفاع هذا اللون الأزرق الهواء البارد بندفع راح يتشكل عندي منخفض هون عند جزيرة قبرص، ومع ساعات الليل ببلش عندنا زخات وتساقط للأمطار بالمنطقة الشمالية من المملكة، وتدريجي مع ساعات الليل تمتد للوسط وأجزاء من المنطقة الجنوبية. نعم اليوم بساعات الليل المتأخر بيمتد للمناطق الجنوبية الغربية، وطبعا هاي الأمطار بالشمال والوسط اليوم بالليل يعني بتكون خاصة بعد نص الليل وفترة الفجر، يعني ممكن يكون فيها غزارة في المنطقة الشمالية والوسطى بالذات. يعني نعم يعني هذا اليوم الخميس يعني مساء، يعني بعد الساعة 12 تقريبا. اليوم نتحدث عن يوم الجمعة أيضا، ونعرف عطلة نهاية الأسبوع يوم الجمعة، كيف طبعا احنا يعني لما نتكلم عن الهطول المطر اليوم الخميس، يعني من فترة ببلش ان بنتوقع الهطول المطر من الثمانية بالليل، بعد الثمانية بالليل على الشمال وتدريجي بيصل للوسط. نعم. يعني قبل منتصف الليل، بعد منتصف الليل بيصل لأجزاء من الجنوب وقلنا فيها غزارة. بالنسبة للجمعة، الجمعة بتعمق هذا الهواء البارد، يعني إذا شفنا الخارطة بالنسبة للخارطة الهواء البارد المندفع راح يتعمق الهواء البارد والكتلة الهوائية الباردة على المملكة، وبالتالي راح نشوف بكرة انخفاض ملموس على الحرارة. الدرجات راح تكون، درجة الحرارة تكون منخفضة أيضا. نعم يعني راح تنزل حوالي تقريبا 5 إلى 6 درجات عن اليوم. نعم. يعني احنا اليوم نتحدث عن حرارة 15 تقريبا، بكرة 10 بين 14 إلى 15 بعمان، بكرة نتكلم عن حرارة بحدود 9 إلى 10 درجات مئوية نهارا يعني مساء تقريبا، كعظمى بالنهار كعظمى. نعم. وطبعا بكرة الجمعة راح يكون في عندي تساقط للأمطار بمشيئة الله، بالفترات النهارية راح نلاحظ انه برضو كمان على الشمال وعلى الوسط، وراح تكون ايضا فيها بعض الفترات غزارة بالمنطقة الشمالية والوسطى، ومما طبعا راح يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. وهون بننبه بالنسبة لاعتبارا من ساعات فجر الجمعة ونهار الجمعة بننبه من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة هاي التحذيرات ليوم الجمعة من أحد التحذيرات البحر الميت. نعم. برضو ضمن التحذير يوم الجمعة. يعني مهندس كثير بيحكوا على مواقع التواصل الاجتماعي عن موضوع الثلوج اليوم، شو موضوع في ثلج ولا ما في ثلج بهذا المنخفض يعني حدث الخميس على الجمعة؟ انا يمكن كويس انك سالتني رائد، لانه بفتره بعد نص ليل الجمعه، هسه احنا لساتنا بيوم الجمعه، بعد نص ليل الجمعه بفتره متاخره يعني وفتره فجر السبت في احتمال ضعيف. يعني هسه احنا بشكل عام راح نلاحظ انه كل الهطولات المطريه الجمعه راح تكون متركزه شمال ووسط. نعم. صحيح انه المنطقه الجنوبيه بتروح تشهد زخات لكنها ما راح تكون قويه، والمنطقه الشرقيه برضو ما راح تكون قويه، فالهطول ككميات وغزاره راح تكون في الشمال والوسط. الان في فتره اللي هي بالنسبه لموضوع الثلج، فتره متاخر يوم الجمعه وفجر السبت
في احتمال ضعيف، هو موجود ولكنه ضعيف بالنسبة للجبال العالية، وانت بتعرف جبال الشراء عالية، ممكن هناك احتمالية ضعيفة لبعض الزخات الخفيفة لفترة قصيرة جدا غير مؤثرة على قمم الجبال الجنوبية بالنسبة لبعد نص ليلة الجمعة وفجر الصبح. بس هنا بس اسمح لي، صحيح انه نتكلم عن زخات ثلجية بس مش معناته انه في هطولات قوية، لا ستستمر يعني هاي الهطولات اللي بالنسبة للمنطقة الجنوبية على شكل خفيفة ومنها بتكون على شكل زخات خفيفة ثلجية. السبت مهندس يعني ينتهي المنخفض الجوي؟ لا السبت بضعف. الآن الهواء البارد احنا راح يكون في عندنا، إذا بتلاحظ هنا الجبهة الهوائية هاي اللي عبرت الجمعة، الآن في هناك هواء بارد قاعد بندفع من يعني هاي لاحظ من شمال تركيا قاعد بندفع باتجاهنا. نعم. التأثير للأولى للجبهة الأولى أو خلينا نحكي الجبهة الهوائية الأولى هاي اللي هي جابت الهطولات المطرية بالنسبة للجمعة. نعم. يوم السبت قبل عبور هذه الجبهة راح يصير في ضعف. نعم. بشكل عام في الهطول راح يظل الجو بارد. نعم نعم. تنخفض إشي بسيط الحرارة، جو بارد جدا، راح يكون جو غائم جزء إلى غائم. هذا يوم الجمعة صح؟ لا 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 بتكلم عن السبت. طيب. الآن مهندس إحنا راح نوقف عند السبت الآن، يعني وعد إذن أخواننا المشاهدين مهندس راد راح نرجع إلى زملائنا الآن تحديدا بدقائق، وبعد فاصل قصير راح نرجع وإياكم مع المهندس راد أيضا لاستكمال الحالة الجوية المتوقعة من السبت إلى يوم الأحد مع المهندس راد رافد الخطاب.